لا ملهاش علاقة. يعني ما انت فيهاش اي نوع المفروض من انواع بتدور رد الاعتبار؟ على صفقة تفيدك في الاول وفي الاخر، اه في الاول انت وفي ما الاخر ايه؟ تفيدك انت تفيد. كنادي الزمالك، اوكي، ما بتدورش ان انت، لا انا على مستوى الجمهور شوية ممكن يكون ماليش بيدور، دعوة امير مالكش بموضوع دعوة. الجمهور ده، ما بحبش يعني ايه ابقى بتاع حاجات صغيرة. ارجع اقول لك، اللي يعرف ياخد حاجة ياخدها، احنا في صح احتراف، صح كده. انت تعرف تخلص اللعيب ده سواء كان في الاهلي بره وهيفيدك، هيفيدك مش انت واخده بس لمجرد انك لمجرد واخده عشان مفهوم، تقول انا برافو هضايق عليك، مثلا صح. الجمهور التاني او النادي التاني. يا جماعه كل نادي بيشتغل على حسب احتياجاته. ماشي خدت انت كنادي اهلي خدت صفقه من نادي الزمالك، حلال عليك انت عرفت تاخدها وهو اوكي اللي سابه. اوكي نادي الزمالك خد صفقه من نادي الاهلي، حلال ماشي عليك هو اللي سابه. مفهوم. فاحنا بنتكلم في احترافيه بشكل ايجابي. ده